على استاد الشنفة بنادي التضامن. المواجهة حفلت بإثارة مبكرة انطلقت مع تلقي لاعب الكويت أحمد فلاح البطاقة الحمراء، الأمر الذي استغله الأصفر على أكمل وجه وتقدم بهدفين، جاء الأول عبر عبد الله خلف في حين أضاف محمد الشمري الهدف الثاني. هذان الهدفان لم يمنع أشبال العميد من العودة بقوة وتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكن القادسية استجمع قواه من جديد، ومن ركلة جزاء نفذها محمد الفهد تقدم الأصفر بثلاثة أهداف. وقبل النهاية عاد محمد الشمري لزيارة الشباك ليقود القادسية إلى الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين. ومن ثم تتقدم الكتيبة القدساوية لاستلام كأس البطولة من قبل عباس دشتي عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بحضور عدد من الأعضاء.